وأنا أعلم فالخير أماني فأنا فرحان. ولماذا تفرح يا سامي؟ أخبرني الآن. بدم سأصوم مثل أبي وهذا الأمر يفرحني، سأشعر أنني رجل وهذا جدي يسعدني. ستجوع كثيرا لن تقدر. سأجوع نعم لكن أصبر، لا يخسر أبدا من يصبر. هل تذكر رمضان الماضي؟ قد عشنا أحلى الأيام، قد عشنا أحلى الأيام. طبعا أتذكر يا مروى، لن أنسى تلك الأيام. أتذكر أمي توقظني وأراها تمسح لي شعري وتقول لي تحرك يا سامي كي تتسحر قبل الفجر. أمي تطبخ خير طعام، لم يعجبني صنع يديها. أتذكر كيف أساعدها فأرى البسمة في شفتيها. وأبي يأخذني للمسجد ونسيم الصبح يداعبنا. لا أنسى صوتا يتردد يتلو القرآن فيضربنا، يتلو القرآن فيضربنا. يجلس أبتي عند العصر يتلو من آي القرآن، يتلو بهدوء وخشوع كي نحفظها يا إخواني. وأراقب وقت الإفطار مع سامي والجار عصام، أشعر بسرور يغمرني أن أفطر مع من قد صام. رمضان شهر القرآن، شهر الرحمة والإيمان. رمضان شهر القرآن، شهر الرحمة والإيمان. أوله مغفرة الذنب، أوسطه الرحمة من ربي، آخره عتق يا صحبي، عتق من حر النيران. أهلا أهلا يا رمضان. يا رمضان.